أخبار اليوم. أول حاجة أنا أحب برضو إن إحنا نقدم كامل تقديرنا للتعاون والشراكة المتميزة اللي موجودة وشايفينها النهاردة ما بين صندوق تحت مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية، ويمكن دي بطولة مشروعات على الأقل بالنسبة لنا هنا في المحافظة السنة دي. الفكرة لما ابتدت إحنا يمكن كان في تعاون كامل ما بين الجهتين وبين المحافظة. إحنا من طرفنا قلنا ان احنا هندعم بالكامل، مش عايزين اي تكلفه زياده على المواطن اللي هيستفيد بالفكره بتاع التاكسيات. ويمكن ده كان برضو احد اسباب ان احنا وصلنا بكلفه تعتبر مدعمه لحد كبير. وجودكم النهارده معانا واحنا حرصنا كان ان كل الساده المتقدمين يكونوا موجودين معانا، باكد لكم ان احنا عندنا شخصية كاملة في الحدث ده. يهمني جدا ان يكون الموضوع ما فيهوش اي نوع من المجاملة لاي حد موجود فيكم. كلكم اهلنا، كلكم مني، ما فيش حد في عندي وصايا على حد. احمد خليفة عبد المحسن احمد، هاتهم كلهم يا شيخ. احمد خليل سيد خليل، احمد رجب عيد احمد، احمد رمضان خليفه علي، احمد رمضان محمد عليوه، احمد سليمان احمد سليمان، احمد سمير عبد النعيم محمود، احمد سمير محمود حسين، احمد سيد احمد عبد العال، احمد سيد احمد محمد، احمد شحاته محمد عبد العال، احمد صابر سيد ابو العلا، احمد صبحي احمد عبد الغني، احمد صبري محمد علي، أحمد صديق محمد محمد، أحمد صلاح سالم منصور، أحمد عباس مرس، أحمد عبد الظاهر، ماهر حلمي شحاتة سعيد، رمضان عادل أنور خليل، في رمضان آخر واحد سبعة صوتة. رمضان عبد النعيم عبد الرحيم احمد، كنت شوف هي موجوده والورق موجود، هيمضوا عليه اللجنه وهنبدا في اجراءات سحب 25 الدرج. رقم واحد في القائمه الاحتياطيه اللي هم 25 احتياطي. رقم واحد في 25 القائمة الاحتياطية، ماجد كمين بديع واصل.